يسافروا كم يوم. شهر عسل جديد يا ستي، ما قدرتش تعملي نفسك مبسوطة أسبوع واحد؟ أسبوع يا أمينة، 7 أيام بس، وبعد كده احكمي ينكملوا نتطلقوا. بتحبها فارس؟ قولي، مش انت كان نفسك نقعد مع بعض كده ونتكلم زي اب وابنه؟ مش جايز دي فرصة؟ انا نفسي. ايوه نفسك في ايه بقى؟ نفسي اقول لك. هات لي حاجة اشربها حبيبي. كاس كونياك. نفسك تقول لي يا بابا؟ قول. وهتشرب كاس مع ابوك كمان. حضرتك انا ما بحبهاش. امال بتحب ايه؟ ماشي اقعد. همشي. هتقعد. انا راجع من بره مزاجي حلو قوي. وعامل صفقة هخلص فيها على ابو هيبة لو عكننت عليا هفشخك. بحبها انا، بحبها بحبها انا. عايز ايه؟ هتقتلني؟ اقتلني يلا، انا زهقت خلاص، انا زهقت. يا بنت ال... يا بنت الايه؟ اسيبها لك؟ اسيبها لك يا فارس؟ ابوس ايدك سيبنا امشي. انا عارفك هتاذيني وتاذيها. ليه؟ حزن. تقعد زي الجزمة ما اسمعش صوتك. فاهم؟ هاتلنا كوتشينا ومعكم سينما. يلا هنلعب عليها، اللي هيكسب هيشيل، بس اللي هيخسر هيشيل اكتر. هنلعب ايه؟ ليه كنت بتلعبه لما ابو هيبة قتل رولا في راس السنة؟
مش عايزة أعيش معاه تاني يا ماما. مش عايزة أعيش معاه تاني خلاص. اللي بينا راح. حمزة راح. وقعت خلاص الغشاوة اللي بينا. مش هطيق أبوس في وشه تاني خلاص. معلش يا بنتي. مقدر ومكتوب. نصيبك كده. هنعملوا إيه؟ ما عاوزاش حد يسمع الكلام ده. ما عاوزاش أبوك ياخد بيه خبر، سامع؟ كفاية اللي هو فيه. يا رب. ليلي افتحي يا ليلي، لو سمحتي افتحي يا ليلي.